محاضرة يا دكتور جمال، لأن حضرتك بتتكلم على حاجة حدثت وإحنا كلنا عشناها، ولما نيجي نراجع نفسنا المفروض إن إحنا نقول على الحاجات السلبيات أكتر ما نقول على الحاجات البوزيتيف، عشان الحاجات السلبيات إحنا نتدركها بعد كده. تمام. كويس جدا إن حضرتك علقت على الموضوع ده وقلت النقط دي. إحنا كمان كراديولوجي يعني لازم يبقى الموضوع متشابك، يعني انا نفسي المستشفى تبقى يعني كلها حاجه واحده، يعني الدكتور اللي قاعد في الطوارئ يبقى عارف ايه الريسبونسابيلتيز بتاع دكتور الاشعه اللي قاعد في الطوارئ، يبقى عارف هو هيساعده بايه وهكذا. دكتور الاشعه اللي قاعد برضو في الامرجنسي، دكتور الطوارئ يبقى مفهمه ايه الامرجنسيز اللي ممكن يبعتها له، إيه يعني، بحيث ان الـ يعني الـ الـ الكلام ده كله بيصب في مصلحة العيان في الاخر يعني. لكن ما يخص الحادثة، الحمد لله الموضوع كان يعني هو كده ربنا اللي سترها عشان العيانين يعني، والناس كلها قامت بدور كويس جدا يعني. انا كنت مروح على ما دخلت البيت عندي ولقيت الولاد كاتبين على الجروب الاسم، لفيت بالعربية ورجعت تاني من غير ما اقول لحد يجي. انا جيت لقيت 13 مدرس ومدرس مساعد موجودين في الاسم وفني بدون ما انا اقول لهم تعالوا، يعني بدون ما اوجه لهم كلمة وبدون ما يعرفوا ان انا راجع وبدون ما يعرفوا اي حاجة. دول رجعت لقيتهم كلهم فاتحين القسم فوق والطوارئ تحت وبيلفوا في المستشفى، ومنهم طبيبة يعني واخدة بورتابل الترا ساوند وعمالة بتلف على الحالات اللي اتحجزت داخل المستشفى اللي هي ما كانش ليها أولوية تو بي انفستيجيتد في الأول. فالحقيقة يعني اللي أنا عايز أقوله، لما بيبقى فيه جايد لاين زي ما حضرتك بقى تفضلت كده، الحاجات دي بتسهل بقى الأمور دي، يعني الناس بتبقى عارفة هتتحرك إزاي، ده دوره إيه وهكذا يعني. فأنا مبسوط جدا إن حضرتك عملت ستريس على النقطة دي لينا إحنا، وطبعا لكل الناس اللي في الـ ER من أصغر واحد لأكبر واحد، يعني دي محاضرة مهمة جدا جدا يعني. آخر محاضرة دكتور أحمد بيه، أستاذنا العزيز دكتور جمال الهباء، دكتور جمال صالح. ايوه اتفضل يا سيدي. افتح الكاميرا. مفتوح الكاميرا معاك على الكاميرا من الجهاز نفسه. حاضر 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 حاضر. مش عارف اعمل ايه هنا.
دي الريفرنس بتاعت السلايدز بتاعتي. هي عشان اعرف انا عاوز ايه من الراديولوجيست لازم اقول انا همانج الابدومينال تروما، يعني هيفرق معايا ايه ان انا عاوز منه حاجات المانجمنت، ايه المانجمنت اوف بيشنت ويز بلانت ابدومينال تروما. احنا عندنا تو لاينز او تو مين لاينز اوف مانجمنت، نون اوبراتيف مانجمنت يعني هكونزيرف هذا العيان، واوبراتيف مانجمنت هخش افتحه. ف المانجمنت دي ديبندز اونها ماشي في اني لاين، بيعتمد على السيرجيكال جريد اوف اورجان انجري، بيعتمد على اذا انجري ايزوليتد او لا، في اسوشيتد انجري. دول اهم نقطتين ودول اللي انا بعتمد فيهم تماما على الراديولوجيكال ريبورتنج بتاع السي تي او راديولوجيكال ايمنج سواء سونار او سي تي. دول اللي هم اساس المانجمنت بتاعي همشي في اني سكه، وبالتالي الرول بتاع الراديولوجيست فيري امبورتنت. الحاجات الاخرى دي حاجات تعتمد عليا انا، الكلينيكال كونديشنز اوف ذا بيشنت ستيبل اور نوت، الاكويبمنت اكويبد بليس فور كلوز فولو اب بوث كلينيكال اند راديولوجيكال. يبقى دي تاني رول للراديولوجيست ان هو هيقف معايا عشان يقول لي الكوليكشن بيزيد او بي او ستيبل او بيقل، الدنيا عامله ازاي، في نيو ساينز ظهرت طبعا. والدور الرابع او الثالث للراديولوجيست انترفينشن راديولوجيست دلوقتي، ده لاين اوف نون اوبراتيف مانجمنت مهم جدا بالنسبه للسوليد اورجان تروما. وبالتالي يبقى انا عاوز من الراديولوجيست الجريدنج بتاعه، عاوز من الراديولوجيست هيقول لي دي ايزوليتد انجري او لا، يعني اللي في انذر انجريز اللي ده هيفرق في الديسيجن بتاعي، عاوز منه في الفولو اب كلوز فولو اب، عاوز او لا احتاج انترفينشن راديولوجيست. عشان يبقى اذا الموضوع يعتمد على الجريدنج، الموضوع يعتمد على الجريدنج، والجريدنج يعتمد كلية على الراديولوجيست. نتكلم عن الليفر تروما. الليفر تروما دي طبعا في البلانت ابدومينال تروما دي حاجه كومن، وهو بينقسم الى 5 جريدز عشان نشوفهم. جريد 1 حاجه من 2، يا اما عندي لاسيريشن اقل من 1 سنتي اللي هو لاسيريشن اقل من 1 سنتي، يا اما عندي هيماتوما سب كابسولار اقل من 10% في سيرفيس ال. جريد 2 جريد 2 هتعتمد على ان اللاسيريشن بقى من 1 ل 3 سنتي، عندي بارينكمال هيماتوما بس اقل من 10 سنتي، او عندي سيرفيس اريا هيماتوما سب كابسولار هيماتوما تتراوح من 10% ل 50% 10-50% سيرفيس اريا هيماتوما. ده جريد 1 وجريد 2. جريد 3 هيبقى الوضع ان اللاسيريشن الموجود اكتر من 3 سنتي، او الهيماتوما البارينكمال هيماتوما اكتر من 10 سنتي وفي اكتيف بليدنج ويزن ذا بارينكما، او السب كابسولار هيماتوما السيرفيس اريا بتاعتها اكتر من 50%. ودول غالبا او في بعض الاحيان في فاسكولار انجري او لا، زي السودو انيوريزم او فيستولا في الليفر. الحاجات دي كلها بتتحدد بالسي تي او السي تي ويز كونتراست. رابع جريد 4 بقى السب كابسولار هيماتوما في 25-75% اوف لوب ديسربشن، الهيباتيك لوب بقى ديسربتد من ربع لثلاث ارباع الهيباتيك لوب سنجل لوب، او في عندي اكتيف بليدنج اكستندنج بره البريتونيوم، او يبقى اذا دي جريد 4. جريد 5 البارينك ما بقى يعني سيفير لوب ديستورشن اكتر من ثلاث ارباع و50%، او عندي جاكست هيباتيك فينس انجري تير واصل للبورتا هيباتس، او ده عامل هيباتيك فين انجري. هي نفس القصه جريد 1 نعيد. يبقى جريد 1 دايما اقل من 1، جريد 2 من 1 ل 3، جريد 3 اللاسيريشن من 3 اكتر من 3 او الهيماتوم اكتر من 10 او السيرفيس اريا، انا بعيد عشان ياخدوا بالهم، ناخد بالنا كلنا من ده. الجريد 4
بقى في لوب ديسربشن او في اكتيف بليدنج من بره، لوب ديسربشن او اكتيف بليدنج من بره، واللوب ديسربشن ده فوق الربع لحد الثلاث ارباع جريد 5 الهيباتيك انجري، دي يبقى سيفير لوب ديسربشن او فاسكولار جاكس هيباتيك فاسكولار انجري. السي تي فايندنج بتاعنا جريد 1 سب كابسولار هيماتوما، جريد 2 هيماتوما و انترا بارينكمال هيماتوما صغيره، جريد 3 زي سيرفيس اريا اكتر من 50% سيرفيس اريا، جريد 4 لوب ديسربشن، وجريد 5 كومبليت ديسربشن للبارينكما او اكسترا فاسكولار. يبقى اذا ان انا هحتاج في الليفر تروما، المانجمنت بتاع الليفر تروما بالمناسبه اهو، المانجمنت بتاع الليفر تروما جريد 1 و2 و3 طالما البيشنت ستيبل ومفيش اسوشيتد انجري هيبقى كونزرفيشن. انا ممكن احتاج كمان انترفنشن راديولوجي لو في اكتيف انترا بارينكمال بليدنج او لو في ماينور فيسل بليدنج ممكن اعمل له امبولايزيشن. يبقى اذا الرول بتاع الراديولوجيست فيري امبورتنت في الديسيجن ميكنج بتاعي في الليفر تروم. لو العين ان ستيبل دي شغلتي، او لو في اسوشيتد انجري دي برضو دي شغلتي. لو العيان كان ستيبل وبعدين المانجمنت بتاع كونزرفيشن ان افكتيف كل ده هيروح على الاوبريشن. يبقى اذا الراديولوجيست ممكن يقول لي اوبريشن فروم ذا ستارت في ستيج 4 ستيج 5 اوبريشن فروم ذا ستارت، او يقول لي نكونزرف وهنفولو اب بالراديولوجيكال فولو اب بالاماونت اوف فلويد، التير بيزيد البليدنج بيزيد. الرول بتاع الانترفنشن راديولوجي في السوليد اورجانز كمان مهم قوي، لانه بيقلل لي حاجتين في منتهى الاهميه، بيقلل لي الريت اوف بليدنج وبيقلل لي النيد فور بلاد ترانسفيوجن. يعني بيهلب مي تو ستابلايز البيشنت، وبيهلب مي ان انا اعرف اكونزيرف هذا العيان، يعني بيزود السكسس ريت بتاع النجاح، وبالتالي اللي هي سكسس ريت اوف كونزرفاتيف تري، وبالتالي هي هاز ا فيري امبورتنت رول. هيتطبق هذا النظام على كل السوليد اورجان. السبلين برضو انا عاوزه يعرف السيرجيكال كلاسيفيكيشن عشان هو هيكلاسيفاي لوحده. نفس القصه جريد 1 اللاسيريشن اقل من 1 سم، سب كابسول هيماتوما اقل من 10 سم تقريبا زي الليفر، ستيج 2 من 1 ل 3، سب كابسول هيماتوما من 10 ل 50 زي الليفر بالظبط، ستيج 3 اكتر من 3 او سب كابسول هيماتوما اكتر من 50، ستيج 4 بقى يعني بيبقى معاه رابشر اوف سب كابسول بارينكوما هيماتوما، يبقى في اكتيف بليدنج. لو خدتوا بالكم كل ده ينفع فيه كونزرفاتيف مانجمنت وينفع فيه راديولوجيكال انترفنشن راديولوجي، يقلل البليدنج من السبلين، يحفظ لي على السبلين، يقلل لي الريت اوف، يزود الريت اوف سكسس اوف كونزرفيشن، ويقلل البيريود بتاع الكونزرفيشن ويحسن لي العيان. جريد 5 سيجمنتال برانش انجري، مش كل مش افالسد سبرين، لان جريد 4 سوري مش افالسد سبرين، وان اوف ذا هايلر فيسلز اتقطع، وده طبعا في رول مهم قوي ليه برضو الانترفنشن راديولوجي والكونزرفيشن. جريد 5 ده كومبليت فاسكولار انجري. الغريبه بقى اللي انا عاوز اقوله ان السكسس ريت of non-operative management في جريد 1 100%، في جريد 2 95%، في جريد 3 80%، في جريد 4 من 65 ل 70% بالذات مع الانترفنشن راديولوجي، وجريد 5 10%، ولو ان ده صعب شويه يعني، ده لكن اهو ستيل في سكسس ريت اوف non-operative management. وبالتالي يبقى الرول بتاع الراديولوجيست في انه يعرف هذا ويريبورت مي في السي تي ان دي اني جريد اوف فاسك اوف انجري تو ذا سبلين. طبعا السبلين كومنست اورجان ان هو يتعور في البلانت تروما، وكومنست اورجان ان هو بيتشال في الحوادث، كومنست سوليد اورجان السبلينكتومي. لكن لما يبقى في الكلام ده الكونزرفيشن هيزيد، هيعدي العيان من غير ما افتحه، الدنيا بتبقى كويسه.
اذا does the radiologist or radiology has a role, it is has a very important role in conservation of patient with splenic tear. دي ال city finding of grade 1 هيماتوما صغيره جوه اقل من 10 او اللي هو لاسيريشن تير. هو بس الصوره عندي مدريه بالزوم. نعم. دي جريد 1 سبلينك انجري. جريد 2 سبلينك انجري. جريد 1 برضو ستيل سمول تير اقل من 1 سنتي. جريد 2 سبلينك انجري. جريد 3 سبلينك انجري. جريد 2 ستيل. جريد 2 سب كابسولار هيماتوما اقل من 10 ل 50. جريد 3 ديستراي الهيماتوما اكتر من 50%. جريد 4 disruption of the grade 3 still disruption of the spleen parenchyma. Grade 4 injury. Grade the complete laceration of the spleen اللي هو grade 5. اوكي okay. يبقى اذا دي الصور اللي هيفيدها لي. بصوا السبلين فراجمنتد ازاي. اللي انا هاخده منك يبقى ده هدخله عمليات على طول غالبا اذا ما كانش فيه انترفنشن راديولوجي والبيشنت انستيك. ده عمليات على طول اوبرتيف. لكن احنا بنقول ان في سكسس ريت في الاربعه ستيجز اوف اسبلين او اربع جريدز اوف اسبلينك انجر. الخامس الليست 10% وده طبيعي. اذا حبينا نتكلم عن البنكرياس نفس القصه هتلاقي جريد 1. الجريد 1 بقى اللي هو فيشر او لاسيريشن ما وصلش للضغط او في ماينور كونتيوجن وزود دكت انجر. البنكرياس اورجان صعب جدا. البنكرياس اورجان صعب جدا في الكلام عليه. برضو هتلاقي الهيزيتيشن ده وادي تير صغير خالص لسه ما وصلش ليه البارينكما. جريد 1. جريد 2 اللاسيريشن كبير برضو وزود دكت انجري. هنعرفه ازاي وهيبقى في بليدنج و او ميجور كونتيوجن وزود دكت انجري ستيل. يبقى جريد 1 ما فيش دكت انجري. دي هيماتوما في السبلين لارج هايبر دنس هيماتوما بروكسيمال بودي اوف ذا بنكرياس ريزيستنت اوف بنكرياتيك انجري. ده تير لسه ما وصلش للدكت تير اكتر من ميجور تير اكتر من 3 سنتي. زائد ان في هيتروجينس ابيرنس اوف ذا بنكرياس ده كونتيوجن. مايلد ديفيوز هايبودينستي اوف ذا بودي اوف ذا بنكرياس كونتيوجن اوف ذا هيد اند نيك اهو. اولسو ديمونستريتد البنكرياس في يعني توصيفه صعب. جريد 3 دي بقى بتعتمد على ان هو خلاص في ديسربشن لاسيريشن في ديسربشن او ديستال ترانزكشن في انجري للدكت او بارينكمان انجري وزدكت انجري. ده ادي السبلين تو بارتس اهو بارينكمان ديسربشن في فلويد اتكون او بلاد اتكون وفلويد نتيجه الديسربشن اوف ذا دكت في الليسر ساك استومكاي. جريد 4 بروكسيمال ترانزكشن. الثانيه كانت ديستال ترانزكشن للتيل. بروكسيمال ترانزكشن او برينكمال انجري انفولفنج ذا امبولا ودي صعبه في تشخيصها قوي. بس ادي السبلين وادي ديدينم وهنا تير اهو واخد النك والسبريشن اوف ذا بنكرياتيك فراجمنت. ادي البنكرياس اثنين حتتين وادي الديدينم. لا جريد 5 ماسيف ديسربشن اوف ذا بنكرياس ودي غالبا يعني تستدعي توتال بنكرياتيك. ماسيف ديسربشن انا شايف هنا فلويد وهيزيتيشن ديدينم اهو ممكن يكون اسوشيتد ديدينال انجري. وادي البنكرياس كله الناحيه الثانيه كل ده بلد وفلويد ديسربشن اند انجري اوف ذا بنكرياتيك. يبقى اذا برضو الراديولوجي هيفرق مع الراديولوجيست. الرول اوف راديولوجيست في الدايجنوزس بتاع الجريدنج اوف سبلينك انجري از فيري امبورتنت. بعد كده الفيسرال انجري. الفيسرال انجري لو ادي
شزتين ديدينال انجري، ديدينال انجري او جيجينال بيرفوريشن، ابدومينال سي تي سكان ريفيلز فري فلويد اللي هو ده في البريتونيوم، في انتربريتونيال اير اللي هو اللي فوق ده، و انتربريتونيال كونتراست ماتيريال عايم في البريتوني، يبقى اذا في بيرفوريشن. اللور بقى اللور سي تي كاتس بينت ان في ادي اللوب وادي الكونتراست فري او حواليه لارج كونت فري كونتراست. ده برضو البرفوريشن اوف ذا ديودينم اللي هي سي لوب زي ما بيسموها. ابدومينال سي تي شوز ا ثيك وولد ديودينم اللي هو ده ارون اكسترا ليومينال ريترو بريتونيال اير اللي هو الارض. يبقى ده هنا سكند وول اوف ذا ديودينم وليترو بريتونيال اير اهو واو بين الهيباتورينا الباوتش. نفس القصة ان هو تحت هيلا وإير انتربرتونيال إير او ريتربرتونيال إير ريتربرتونيال إير اسكيبد فروم ذا ديودينم. ديودينم از سكند بارت ريتربرتونيال اورجان. بروكسيمال إليان برفوريشن ابدومينال سي تي سكان ديمونستريت انتراميورال إير ان ذا إليان solid arrow and adjacent intraloop free fluid escape بتاع of the dog. نفس القصة لـ lower levels هتلاقي برضو ان mucosal enhancement of a more distal ileal segment mucosal second. ده بقى هما بيقولوا 10 سنتيمتر long injury of laceration in mesenteric avulsion of the descending colon. The CT scan demonstrates jejunal loops و black arrow and hemoperitoneum اهو حوالين الليفر and free intraperitoneal contrast material. Transaction of the second portion of the duodenum and full thickness perforation قطع تماما of the colon. Abdominal CT scan reveals cold of and ill-defined duodenum. Duodenum مش باين كcontrast media ده مكانه and free retroperitoneal air curved. We find a duodenal injury وفي نفس العيان another CT scan obtained at the lower level هنلاقي ان في fluid intraperitoneal fluid هنلاقي ان في free air في البريتونيوم وده يسجست الرايت كولون انجر. ده اخر حاجه دي مالتيبل جوجينال لاسيريشن بيبقى سكند العلامه سكند وول اكسترا بريتونيال اكسترا ليومينال ليكج اوف ذا داي. طيب باقي حاجه واحده التروماتيك. يبقى اذا برضه السي تي وذ اورال كونتراست از فيري امبورتنت في بلانت تروما لانه بيبين لنا حاجات احنا عاوزينها ممكن يبين بقى associated bowel injury مع liver trauma مع solid organ injury وده هي necessitate التدخل الجراحي. traumatic diaphragmatic rupture الديافرام بس مشكلته الوحيدة ان هو دايما rupture of the diaphragm during blunt trauma مزد بنسبة كبيرة 95% العلامات بتاعته حاجات كتيره منها الدانجلينج دايفرام ابسنج دايفراجماتيك سامش اللي هي دايفرام هيرنيشن اوف ابدومين ابدومينال كونتنت. نلاقي الاستومك ورا كولر ساين الويست بتاع الدايفرام. نلاقي فولين اون اورجانز الاستومك نلاقيها ورا اللنج الفندس طلع لفوق ورا اللنج. وفي سكندري ساينز كتيره. اهم حاجه ايه اللي هيفيدنا كلينيكال ايشو قلنا 1-5% اوف اول بيشنت ويز سبستانشال بلانت ابدومينال تروما. الترو انسيدنس مش معروف لكن السيرجيكال ليبل اوف ذا ديافرام انديكيتد في كل الحالات وبالتالي ده لو مزد مني هيلبسني في حاجه اسمها ديافراجماتيك كيرنيا او سترانجوليشن. ده منظر العيان ركبوا له نيزوجاستريك تيوب لقوا النيزوجاستريك تيوب طالعه في الشيست كيرفد وكينكد ده غريبه جدا فده معناه ان الاستومك في الشيست الرايت كوبيولا هي الليفت كوبيولا مش واضحه.
ده ديافرام، ده منزل الديافرام، الاستومك طلعت لفوق، اتحط له شيست تيوب عنده نيومو بروتونيوم. الويست ساين اهي، دي الاستومك الفولن ساين، الاستومك اللي بتبقى ورا اللنج، استومك طلعت ورا اللنج. دي الاستومك في الشيست ديافرام رايت كوبيولا اهي، الليفت كوبيولا مش موجوده والاستومك طلعت في الشيست. مهمه جدا الاخر قبل ما اختم، الديافراجماتيك تير لابد له من الجراحه. فاذا هاي العلامات مهمه جدا بالنسبه للراديولوجيست، وانا مش هعرفه الا لو الجريش لو لازم الراديولوجيست يقول لي الحقني عندي ديافراجماتيك تير. ثانك يو. يعني دي ملخص خالص، انا تو سامرايز يا جماعه، انا عندي حاجه اسمها نان اوبراتيف مانجمنت، وعندي حاجه اسمها اوبراتيف مانجمنت. كل معظم السوليد اورجان انجري ليها نسبه سكسس ريت عاليه مع الكونزرفاتيف مانجمنت، بالذات لو في انترفينشن راديولوجيست، وبالذات لو اتشخصت، لو الراديولوجيست ما قاليش ان انا جريد كذا او وضع كذا، او ما كانش معايا في الفولو اب، اللي عندها هيتفتح. لو البيشنت ستيبل وعنده اي انجري ممكن يبقى بعد شويه ان ستيبل، لو هو قال لي ده جريد 4 او 5 من الاول هن ايفالويت العيان وندخله عمليات بسرعه هتبقى لايف سيفنج. وبالتالي ات از الراديولوجيست هاز، انا بعتبره هاز ذا مين رول في البلانت ابدومينال تروما في المانجمنت. ثانك يو. شكرا دكتور جمال، حقيقه محاضره هايله كالعاده. طبعا دكتور جمال عمل حاجه كنت هعملها لو المجزيلو فيشل تروما كان لها نصيب معانا النهارده، بس للاسف ملهاش نصيب. ان احنا كنا هنرميها على الراديولوجيست برضو، يعني هو الدكتور جمال رمى الحمل كله على الراديولوجيست، فاحنا برضو في المجزيلو فيشل تروما كنا هنرمي الحمل كله على الراديولوجيست. يعني موضوع الفيشيال تروما الدكتور هاني حافظ يعني الصديق العزيز وكيل كليه الطب العسكري، هو بس عشان ظرف صحي طارئ خاص بيه لسه من قبل ما ندخل السيشن على طول، ربنا يشفيه ان شاء الله، وان شاء الله نتمنى ان يكون في ان شاء الله. هو وعدني ان هو هيجي المستشفى عندنا ومع اسم الانف والاذن عندكم يا دكتور ان شاء الله. ان شاء الله هيعمل للمحاضره وهيجيب بعض الزملاء معاه برضو للحاجات اللي هي ريليتد للانف والاذن كحاجه راديولوجي. ان شاء الله نعمل لكم سيشن محترم نرتبها باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس الوقت يا دكتور هشام، انا الوقت قلت لك انا عاوز ايه من الجراح، من الراديولوجيست، بليز ستريس اون يور كوليجز، ان دي حاجه مهمه جدا في الطوارئ عندنا. هو بس انا عايز اعلق على حاجه. علق يا باشا علق. خلي بالك احنا طبعا اللي بيحصل عندنا في الطوارئ الحاجات الروتين ان هم بيعملوا نان كونتراست سي تي، وده طبعا مش صح في موضوع الطوارئ. بس في بعض الحالات الناس بتعمل كده على اساس ان بعض الحالات الريفيرال ليهم في معظم الاحوال ممكن ما يلاقيش حاجه بوزيتيف داتا، فهم الاول بيعملوا الالتراساوند. الالتراساوند في موضوع البلانت ابدومينال تروما ما هوش ليه دور قوي كومبير تو سي تي، يعني سي تي هو المين ايمجينج موداليتي اوف بلانت ابدومينال تروما. كلام مظبوط. وانس ان حضرتك كجراح سسبكتد ان فيه اي انجري عن طريق الكلينيكال داتا، ذيس از ذا فيرست لاين. الالترا ساوند يعني ممكن يبقى بريزرفد لحالات معينه، حاله بريجننت مش عارف ايه كده، انما وبرضه السي تي ويز كونتراست عشان الحاجات الفاسكولار انجري اللي احنا اتكلمنا عليها كلها دلوقتي، كل الحاجات دي في الوزاوت كونتراست مش هيكون ليها رول ومش هتاخد منها داتا،
وهي دي بتبقى الفيصل في الديسيجن اللي حضرتك بتعمله في اوقات كتيره. بلس ان بيبقى ساعات ما احناش قادرين بنعمل سي تي وما احناش قادرين نحدد المشكله فين. لما العيان بياخد صبغه ونلاقي ليكج اوف كون في مكان معين فبنعرف ان هذا انا اقصد الاي في كونتراست ليه رول مهم جدا جدا. ودي برضو يعني حاجه احنا ما بنقدرش نطبقها في كل الحالات اللي هي بتيجي في الطوارئ، لان طبعا يعني احنا يا دكتور هشام لينا سسبكت، يعني وي كان سسبكت الليفر انجري، كان سسبكت على حسب المين سايت اوف تروما في هيماتوما بره ولا لا، وي كان سسبكت سبلينيك انجري، يعني برضو كلينيكال سنس له دور. لكن الكلام اللي هو على مستوى اللي هو لازم ان احنا نواكب العصر بره بيتعمل، يبقى احنا هنعمل اذا كان في مشكله يبقى نكلم الكلينيكال باثولوجي نقول لهم يا جماعه الكرياتينين يطلع في ثواني على بال ما العيان نستابلايز العيان يقدروا يطلعوه، يعني اللي شافوا لنا موداليتي يطلعوا السيرم كرياتينين يتحقن الكونتراست يبقى سيف ويتحقن، يعني نقدر نزلل العقبات لان احنا خلاص العالم كله ماشي كده. يا دكتور هشام انا يعني المحاضره دي خدت مني 3 أسابيع تحضير عشان اقول انا احنا يا جماعه ساعدونا في اللي احنا بنقوله عشان الهدف في النهايه انقاذ العيان. بلانت تروما كومن، لان هي الموتور كار اكسيدنت معظمها بلانت تروما. التروما الناس اللي بتشتغل مع الانيمالز بيجي لها بلانت تروما. يعني الموضوع مهم جدا، والموضوع ان احنا نزلل هذه العقبات. زي ما بقول لحضرتك انت شايف نسبه نجاح الكونزرفيشن في السبلين كام، وفي جريد 4 كمان كام، يعني الدنيا لازم تتطور لاننا لازم نواكب العصر. الرول اوف انترفينشن راديولوجي لازم يبقى عندك ناس تتدرب انترفينشن راديولوجي كويس، تعمل امبولايزيشن، كل ده يتعمل. ده مش هياخد وقت، هيقلل لي البيريود اوف كونزرفيشن، هيقلل لي البليدنج ريت، هيقلل لي البلاد ترانسفيوجن، هيستابلايز البيشنت. دي حاجات فيري امبورتنت. احنا دلوقتي الدنيا بتتطور، الكلام ده لو اتقال من 10 سنين يا عم بس نعمل الترا ساوند نشوف الكوليكشن ولا لا، ولا نعمل بلين اكس ري نشوف ايريكت نشوف ايه الاندر دايفرام ولا لا. دلوقتي احنا انتوا دلوقتي عندكم ناس كتير وعندهم انتوا ربيتوا كفاءات وكوادر في الاسم، وكل الاسام اللي عندنا في حقيقه بنها ربت كوادر وربت سب يونتس وعملت حاجات في منتهى الروعه بالنسبه لبنها. يعني الكوادر بتوع بنها صغير وكبير، صغيرين وكبار، بقوا ذو قيمه رهيبه جدا وبقى لهم شغل حلو جدا. احنا عاوزين نستثمر ده، وده هيفرق في النهايه لصالح العيان ولصالح الطوارئ ولصالح اللايف سيفنج كونديشن. الرول مهم، الرول انا لم ازود فيه حاجه، ده الرول العالمي وانتوا في ايديكم. ده نساعد بعضنا ونقف عشان في النهايه البيشنت سيفتي، واننا نقدر ننقذ مور بيشنتس، واننا نقدر يعني الريت اوف سيرجيكال انترفيرنس يبقى ان هايلي انديكيتد اونلي ان هايلي انديكيتد بيشنتس. ده شغل نقدر يعني نتفاهم فيه اقسام مع بعض ونقدر نوصل للي حضرتك بتقوله ان شاء الله. ربنا يعين، يعني ان شاء الله احنا كلنا الامل في الله كبير ان شاء الله. ريجاردنج موضوع الانترفينشن، احنا الحمد لله بدانا يعني في عملنا بروتوكولز مع عين شمس ومع القصر العيني، وبدانا ان شاء الله احنا في خلال 6 شهور هيكون عندنا تيم محترم للانترفينشن راديولوجي. الحاجات البيزك كلها بقت موجوده، الناس بدات تروح وتتدرب، والحاجات اللي حضرتك بتتكلم عليها كلها ان شاء الله كل دي. وطبعا مع الزقازيق برضه عملنا بروتوكول مع جامعه الزقازيق، في 6-7 مدرسين مساعدين ان شاء الله مبشرين بالخير كلهم. فان شاء الله في خلال 6 شهور ان شاء الله هيبقى عندنا فريق برضو محترم في الاسم يقدر يكاري الريسبونسبيلتي اللي حضرتك تفضلت وقلت عليها، وان شاء الله واحده واحده كده الامور تبقى افضل ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني في نهايه المؤتمر
طبعا تشرفنا بوجود الدكتور طارق الدياسري رئيس جمعيه الاشعه. دكتور طارق اللي هو يعني مش عارفين والله نشكره ازاي ومش عارفين نقول عليه ايه. يعني انا ما كنتش اعرف الدكتور طارق من زمان يعني، بس انا يعني احتكاكي بيه في يعني او معاملتي مع الدكتور طارق في الويبينار، يعني انا اكتشفت ان احنا بنتعامل مع شخصيه عظيمه جدا. من النادر ان احنا نشوف ناس بهذا الشكل يعني في كل حاجه، في العلم وفي الاخلاق وفي الاحترام. يعني انا 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 شخصيا يعني مش عارف اشكر حضرتك ازاي. يعني حتى احنا لما جينا نتكلم عن المؤتمر ومجرد بس بعرض على حضرتك مشاركه الجمعيه، لقيت حضرتك يعني بترحب بشده يعني. فاحنا ممنونين جدا لحضرتك وممنونين جدا لحضرتك موجود معانا. عفوا دكتور هشام، انا يسعدني دايما ان انا اتعاون معاك ومع كل الزملاء في جميع الجامعات، وانا بكون سعيد، وانا سعيد ان انا شاركت مع حضرتك وبهنيك على النشاط في الست شهور الماضيه. احنا يعني انا شاركت في حوالي 5 ويبينارز حقيقه، يعني حاجه مجهود جميل وحاجه مشرفه، ونتمنى ان شاء الله المزيد لكليه الطب جامعه بنها واسم الاشعه على وجه الخصوص. وانا بشكر حضرتك يعني اللي اديت فرصه ان نعمل حاجه زي كده بالتعاون مع الجمعيه المصريه للاشعه. وطبعا يعني بشكر كل الساده الزملاء في اسم الاشعه في بنها وفي الجامعه اللي ساهموا في عمل المؤتمر ده، وبهنيكم على نجاح المؤتمر، وبحيي كل الزملاء اللي موجودين معانا في حاليا، كلهم زملاء واخوه اعزاء، يعني دكتور احمد فريد والدكتور مدحت والدكتور جمال والدكتور عماد والدكتور عزة وكل الناس، عشان ما انساش حد، كل الناس اللي موجوده تحياتي. وانا دايما ان شاء الله يبقى في تواصل وفي نجاح مستمر ان شاء الله. تفضل يا دكتور عزة. تفضل. بحيي الدكتور طارق ومتفقه تماما مع كل حضرتك قلته دكتور هشام، وفعلا دكتور طارق يعني وجهه مشرفه لجمعيه الاشعه، واحنا سعداء جدا وجوده دايما فيها ومعانا دايما. ربنا يخليك يا دكتور عزة. شكرا. دكتور احمد بيه استاذنا العزيز، اتفضل يا دكتور احمد. أميوت يا دكتور أحمد. أميوت دكتور أحمد الميكروفون. يعني المؤتمر طبعا مشرف والمجهود مبني انت عملته يا هشام الحقيقه، والجروب بتاع الاسم كله شافوا في المجهود شرف جدا. طبعا انا بحيي الساده الجراحين اللي موجودين معانا طبعا، لانه الحقيقه امتع شغل انا بستمتع بيه جدا، وشغل مع الجراحين لانه دايما هم يعني بيبقى الاسئله بتاعتهم محدده والاجابه بتاعتنا بتبقى اكثر تحديدا. فشغل مع الجراحين ممتع وهم عارفين كده تماما شغل يعني. دكتور طارق طبعا بالنسبه لي انا طبعا بصفتي انا طبعا عزيز عنك يا هشام شويه. دكتور طارق طول عمره سبورتف لدكاتره الاشعه في البلد كلها، مش بس بنها او غيره او غيره، في البلد كلها صحيح، وروح جميله، ويعني خيركم من تعلم العلم وعلمه. حاجه شخصيه اتمنى تكون يعني مثال لكل اساتذه وكل الاطباء من جانب يبقوا هيلبفول، وانهم دايما مدين ايديهم للجينيوس وللزملاء علشان الدنيا تتطور ويبقى الاداء العلمي للناس اللي احسن الاشعه كلها يبقى بهذه الصوره المشرفه. مبروك علينا نجاح المؤتمر وتجربه اولى قبل ان شاء الله للتكرار بشكل احلى. ودايما زي ما قلت لك يا هشام، لعن الله الكورونا وحروفها، لان الكورونا بعدتنا عن الناس. يعني الاونلاين مانجمنت الحقيقه هيبقى يكون امتع قوي المؤتمر لو كان يعني دايركت كونكشنز وريال تايم كونكشنز، هتبقى الصوره اوضح واحلى زي ما كنا بنحضر المؤتمرات زمان.
فربنا يطلب بينا وموال الكورونا ده ينتهي ونعمل مؤتمر في احلى مكان واوسع مكان يبقى مؤتمر مشرف ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله دكتور احمد ومتشكر على الكلام الجميل وربنا يبارك في حضرتك واحنا ان شاء الله هنبقى المزيد ان شاء الله من النجاح يعني هو طبعا الظروف الكورونا دي خلت برضو زودت قيمه الحاجات الاونلاين وخلت في بلاتفورمز كتيره ان احنا نشتغل عليها وبرضو علت من قيمه الاي ليرنينج فالناس بدات برضو تهتم بالجزئين ان شاء الله لكن نتمنى المره الجايه نبقى ان بيرسون اللقاءات اللي جايه ان شاء الله ان شاء الله. استاذنا دكتور مدحت اتفضل يا دكتور مدحت. ايوه حبيبي دكتور شبي سامعيني كويس لان عندي سب كونكشن كده الصوت واضح ولا لا؟ اتفضل يا بيه. واضح طبعا يعني انا بهني استاذنا الدكتور هشام على نجاح المؤتمر مجهود يعني الحقيقه كان كبير قوي عليه والحقيقه طبعا سد معاه جامد. استاذنا الدكتور احمد فريد الحقيقه عمل مجهود برضه رائع 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 اكتر مننا طبعا وده مش غريب عليه طبعا. طبعا وجود الجمعيه ممثله في كل اساتذتها وعلى راسهم الاستاذ الدكتور طارق. دكتور طارق يعني العطاء المستمر سنوات وسنوات وسنوات واحنا بنقدم له كل تحيه وحصل ابجريدنج للجمعيه اعتقد مع رموز الجمعيه السابقين ولكن في طفره مع الدكتور طارق الحقيقه كان ليها شفط يعني كاركتر تاني والمجله ودوره فيها ودوره معانا في الكورس اللي الدكتور هشام بيأديه مع زملائنا. وطبعا انا بسعد بان احنا بننهي المؤتمر مع مجموعه الجراحه الدكتور جمال والدكتور عماد والدكتور حسام لانه دول دايما الكونسيومرز بتوعنا. ودكتور جمال واحد واثنين الدكتور جمال كمان عمال يقول ان تاريخ الاشعه تبقى اكتر من كده اعتقد خير دليل هي يوم حادثه القطر الحقيقه الاشعه وقفت وقفه جامده اعتقد واضحه جدا حتى الدكتور هشام رجع من الطريق وعملوا اعداد فلكيه بالنسبه للفحوص سواء كانت سونار بنفسه وسواء كانت سي تي وام ار فانت كل ما تدونا اجهزه فانتم تجدوا ما يسركم يعني يعني يا ريت ان انتم توالونا دايما ان انتم تبقوا واقفين معانا في دعم الدكتور هشام في الاجهزه اللي بيطلبها وحاجات زي كده. ربنا يوفق الدكتور هشام ويعني ان شاء الله قدامك سنوات جميله باذن الله. شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور مدحت. لو حد من اساتذه الجراحه يعني حابب يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نشكركم يا دكتور هشام طبعا على الدعوه الكريمه وزي ما الدكتور مدحت بيقول احنا دايما الجراحه والاشعه قلب واحد لان احنا من غيركم ما نعرفش نشتغل وانت تقول افتح نفتح واذا قلت ما تفتحش خلاص. ولو ان انتوا دلوقتي ايدكم طولت علينا بقى ودخلتوا في الانترفينشنال ده كلتوا مننا شويه لكن كله ينصب في مصلحه المريض. ونشكر طبعا اخواتي وحبايب الدكتور احمد فريد الدكتور مدحت وطبعا تشرفنا بوجود الدكتور طارق بيه طبعا معانا نور المؤتمر وشرف المؤتمر في بنها والدكتور عزه زمايلي طبعا الجمالين جمال صالح وجمال الهرباء دول مش محتاجين دول هم اللي شايلين بنها وشايلين الاقسام وربنا يبارك فيهم ويبارك فيك يا دكتور هشام والى مزيد من التقدم ان شاء الله ان شاء الله. شكرا دكتور هشام معلش معذره انا يعني غفلت عن الدكتور جمال الهباء لانه في قلبي دكتور جمال الهباء يعني ده في قلبي انا اسف وبعتذر وطبعا الدكتور عسى يا فندم قطب من اقطاب الجزء الساحلي بالنسبه لنا يا فندم ده يعني ركيزه جامده زي الهرم الاكبر كده يا فندم. ما تقلقش يا دكتور مدحت دكتور جمال يعني من انقى الشخصيات ما 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 ده 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 معانا يعني رفيق الكفاح بتاع عين شمس من سنه اولى لغايه ما جينا بنها. دكتور جمال صديق لذيذ واحنا مع بعض وبنعتز بيه جدا ربنا يخليك بالتزامه في الشغل ومساندين العيانين الغلابه
وانا ما انساش من يومين ان انا بكلمه عشان حالات الانترفينشن اللي احنا بنعملها في الاسم البايوبسز وغيره وغيره وغيره. لقيته هو يعني طبعا يعني كلام لا يقال، يعني لقيته هو الراجل بيدعمنا يعني بدعم لا محدود يعني. فانا بشكره وبشكركم يا دكتور هشام، وده كان امل من املنا ان يبقى في عندنا الانترفينشن الراديولوجي ياخد حقه، وما زال يعني انا يعني وما زال يعني على الهوا هو بقول لك ان شاء الله في دعم تاني موجود، بس إن شاء انت تؤمر يعني احنا جاهزين يا باشا. الله يخليك دكتور حسام بيه. دكتور حسام طبعا دكتور هشام يعني انا بشكر حضرتك جدا على الدعوه الكريمه للمؤتمر وعلى المجهود الرائع اللي معمول جوه المستشفى من قسم الاشعه، وطبعا هو ده امتداد لعمل طويل قوي تم في اسم الاشعه، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل وهيكون احسن بكتير. الانتجريشن بين الاقسام داخل المستشفى وداخل الكليه انا بشوفه بشكل رائع جدا حاليا، والاجيال القادمه اللي انتوا حضراتكم بتربوها انا متفائل بيها خير جدا انها تحط بقى على التراك وتحطها في المكان اللائق بها ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور هشام، الف شكرا. دكتور جمال، جمال رقم واحد اثنين انا دكتور جمال هباء اخويا الكبير وعشره عمري ورفيق الكفاح برضو، والراجل يعني بصراحه يعني يعني متقدم عننا كلنا في اللي بيعمله، وهو صاحب افضال واخ فاضل. انا طبعا يعني بشكر حضراتكم جميعا الدعوه الجميله دي، وانا سعيد بوجود هذه الكوكبه من العلماء الافاضل، ويعني فعلا ان شاء الله لو بقينا ايد واحده ووقفنا ورا بعض فعلا كل اسم هيتطور، لان الوقت ما عادش فيه اسم بيشتغل لوحده سولو، الوقت كله بيشتغل مع بعضه، وفي النهايه صالح العيان وفي النهايه تطور المستشفى والكليه، كل ده شغلنا مع بعض ان شاء الله. انا شاكر افضال الجميع وشاكر لحضراتكم انكم سمحتوا لي بالوجود في هذه الكوكبه من اساتذه الاشعه، ومع اخواتي الافاضل الدكتور عماد والدكتور جمال من كوكبه الجراحين، والى المزيد من النجاح والتفوق والتقدم ان شاء الله. ربنا يبارك وشاكرين الافضال جدا. شكرا جزيلا دكتور شامبي. ثانيه واحده دي بس، انا عايز استاذن حضرتك، نسيت جمال صالح ولا دكتوره؟ لا ناخد وعد من الدكتوره عزه ان الدكتور خالد يشارك معانا في الكورسات. دكتور خالد اعتقد كنت دكتوره عزه له دور يا فندم من المحيط الخليج، يعني من كندا للخليج العربي، يعني هو يعني اعتقد لو اشترك معانا هيبقى ثمره لينا جميله جدا. اتمنى هذا دكتور عزه. علينا الشرف يا فندم. حاضر طبعا، هو هيبقى سعيد جدا جدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا بس يعني هقول كلمه بسيطه في الاخر، انا طبعا بشكر كل الناس اللي دعمونا، يعني الاول الحمد لله اللي يعني الامور عدت بهذا الشكل في اول مؤتمر لينا. بشكر كل الناس اللي ساندونا، بدايه من اساتذتنا في الاسم اللي طبعا يعني كل اللي احنا بنعمله ده امتداد لكل اللي هم عملوه، ما فيش حاجه بتبدا من الصفر. كل اللي احنا بنعمله لو ما فيش يعني في حاجة وراثة، بتبقى في حاجة وراثة كده، احنا عندنا في حاجة وراثة عندنا في الاسم كده، ميراث يعني اسمه الاحترام عندنا هنا في اسم الأشعة يعني. فاحنا ورثين هذا الميراث من أساتذتنا، أستاذنا دكتور تامر كمال، أستاذ دكتور أحمد فريد، أستاذ دكتور مدحت رفعت، وطبعا على رأسهم كلهم أستاذنا الجميل أستاذ دكتور نبيل مشهور اللي يعني أول مؤسس للإسم عندنا، وبذل مجهود كبير جدا 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 في تعليمنا، وكان حريص إن احنا كلنا نبقى كويسين. لكن طبعا يعني في خلال مؤتمر الدكتور أحمد يعني بيكلمني بشكل شبه يومي، عايز حاجة أنا معاك، عايز فلوس قول لي عايز إيه يعني. طبعا يعني الكلام ده مش من فراغ يعني، ومن النادر إن احنا نلاقي يعني برضو حد بيتحمل المسؤولية بهذا الشكل يعني. الحاجات دي هي اللي بتفضل في ذاكرتنا يعني، مفيش حد بينجح لوحده، مفيش حد بيعمل حاجة لوحده، الناس بتنجح مع بعضها، الناس بتزق بعضها.
وانا بقول انه كل يعني اي حاجه ايجابيه حصلت في المؤتمر كل الناس الاخرين هم اللي شاركوا فيها الحقيقه يعني من كل يعني طبعا الفضل لله اولا، لكن يعني لو ما فيش دعم من الدكتور طارق، لو ما فيش اساتذه رائعين زي الناس اللي شاركوا معانا، يعني انا نزلت بوست بس اعلن عن المؤتمر، انا لقيت 5 اساتذه خلاص كلموني من جامعات مختلفه انا ما اعرفهمش، يعني انا ما اعرفهمش، اول مره اسمعهم في التليفون، منهم الدكتور عبد العزيز النقيدي اللي هو بتاع الاسكندريه جامعه اسكندريه، وحد من طنطا، يعني انا بقيت يعني فاحنا عندنا ثروه كبيره جدا 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 وثروه محترمه اسمها اساتذه الجامعات في مصر، ودي الحقيقه لما الواحد قرب منهم يعني اكتشفت الحكايه دي. انا كنت فاكر ان الناس يعني كل واحد في حاله كل، لكن لا، فيه يعني الحمد لله الدنيا بخير، وهم دول اللي دعمونا وهم دول اللي قدموا كل الماده العلميه اللي الناس سمعتها، فانا بشكرهم جدا جدا. وبشكر بشكل خاص ولاد الاسم اللي يعني حوالي 13 واحد من الاسم كانوا مشاركين في المؤتمر في الجلسات بتاعت المؤتمر، وخصوصا امبارح كان عندنا وركشوب هايل جدا في هنا، حضروا ناس كتير من اللي مسجلين دكتوراه واللي مسجلين ماجستير. دكتور محمد التومي جاب الجهاز بتاعه وبعد ما خلص السيشن الوركشوب قعد يعلم الناس وعلى العيانين ويشرح لهم. دكتور احمد عبد الخالق جالنا من المنصورة نفس الحكاية، يعني بعد ما خلصنا الوركشوب اللايف الناس قعدوا كملوا معانا اليوم يعلموا الناس اللي حضروا معانا في الاسم. دكتور هشام فاروق، دكتور وائل ماهر، يعني كل الناس دي جات قعدت معانا. احنا امبارح انا يعني ماشيين من الاسم السيشنز خلصانا الساعه 11 و35 دقيقه امبارح بالليل، يعني احنا بدانا الساعه 2 ومخلصين الساعة 11 و35 دقيقة، احنا خارجين من الاسم هنا، يعني انا مروح البيت حوالي الساعة 1:30. طبعا كل المجهود ده ومش انا لوحدي، يعني لا، اولاد الاسم كلهم، الاسم كان مليان مدرسين مساعدين ومدرسين، والحقيقة وطبعا دكتور احمد ما سبناش، يا دكتور احمد ماشي يمكن الساعة 10 بالليل وقاعد معانا من الصبح، فأنا بشكرهم جدا جدا جدا. أنا دول هم فاجئوني الحقيقة، يعني أنا ما كنتش أعرف إن الاسم يعني ممكن ناس، ما كنتش أعرف إن فيه ناس ممكن تتفانى بهذا الشكل. أنا كنت ماشي مبسوط جدا 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 وأنا اطمنت لما لقيت الناس بهذا الشكل، الحمد لله. يعني لا، إن شاء الله نكمل بشكل كويس في المستقبل ان شاء الله. بشكركم جميعا تاني، وبشكر معالي رئيس الجامعه اللي دعمنا، بشكر معالي عميد الكليه دكتور مصطفى القاضي، بشكر الوكلاء اللي حضروا معانا، وبشكر كل الناس اللي دعمتنا، بشكر الشركات السبونسرز والشركه المنظمه والناس اللي بذلوا مجهود معانا كبير جدا، استاذ ابراهيم اللي قاعد معانا هنا، الراجل اللي يعني ماشي من الاسم عندنا من هنا الساعة 12:30 بالليل امبارح، يعني وبيقول لي انتوا يعني انا تعبت جامد، يعني ماشي بيقول انا اخري في اي مؤتمر الساعة 6 كده ولا حاجة، انتوا فكل الناس دول انا بشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله الشهادات بتاعت المؤتمر هتبقى يعني دوكيومنتد من الجمعية وطبعا من الاسم من عندنا، شهادات الحضور والمشاركة كسبيكرز وكده. شكرا جزيلا، وان شاء الله نعدكم ان شاء الله في المؤتمر اللي جاي برضو مع الجمعية المصرية ان شاء الله تبقى معانا، ونكون ان شاء الله يعني بلقاء ان شاء الله بعد